لا تشبه بورصة بيروت غيرها من البورصات، فهنا لا زحمة ولا مضاربون، وثمانية وعشرون أداة مالية مدرجة تعود إلى 10 شركات وصندوق واحد فقط. العام الماضي صدر قانون تنظيم الأسواق المالية، وقبل أسابيع أنجزت الحكومة تسمية أعضاء لجنة الأسواق المالية، الأمر الذي يعني انطلاق ورشة العمل من أجل تطوير ومراقبة الأسواق المالية ووضع الأنظمة العامة ومنح التراخيص والموافقة على إدراج الأدوات المالية. أزمة البورصات الصغيرة الحجم مثل بورصة بيروت هي مرتبطة واحد يمكن بالعقلية يلي هي بعد منا كتير متقبلة أو منا كتير منطلقة نحو السوق المالي والاستثمار في يعني العائلية العائلية الشركات العائلية بتتحكم بالفكرة. التمويل منصب بأغلبيته بالتمويل المصرفي بفوائد يمكن بتكون مناسبة للشركات، بفضلوا أنه عدم إدخال يمكن شركاء معهم من الخارج ومستثمرين من الخارج والاكتفاء بتمويل مصرفي. وبلغت القيمة التراسمولية للشركات المدرجة بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 10 مليارات دولار بتراجع 2% عن معدلات العام الماضي، وتعتبر أسهم شركة سوليدير الأكثر تداولا في البورصة. أهم سبب يلي عم بيؤدي إلى ضعف الأسواق المالية بلبنان وبالتحديد بورصة بيروت خلينا نقول هو إنه ما كان في سلطة ناظمة، وأنت بتعرفي إنه اليوم المستثمر بده يروح يشتري أسهم أو يشتري سندات أو يشتري حصص بصناديق بالأسواق المالية بده سلطة تأمن له إنه ما يصير في تزوير، ما يصير في اختراق للمعلومات إلى آخره. بلغ عدد الأسهم المتداولة في البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 6 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 60 مليون دولار، وبمعدل وسطي للأسهم المتداولة 249 ألف سهم يوميا قيمتها نحو 2 مليوني دولار، وهذا يشكل تراجعا بنحو 2% عن عدد الأسهم المتداولة في الفترة نفسها من العام الماضي و10% من قيمة الأسهم المتداولة. يشير البعض إلى أن المشكلة الأساسية تظل في عدم وجود قرار سياسي بتفعيل دور البورصة وتحفيز الشركات على إدراج أسهمها. بورصة بيروت تعد من أصغر البورصات بالدول العربية، حجمها يوازي تقريبا 30% من الناتج المحلي بلبنان، إذا منقارنا مع القطاع المصرفي التجاري موجوداته بيوازوا 4 مرات حجم الاقتصاد اللبناني، فبدون شك بورصة بيروت بحاجة إلى تفعيل وإدراج شركات جديدة أسهمها على هذه البورصة، ولكن الشركات المملوكة عائليا ما عم بتلاقي حوافز لحد اليوم. بحسب القانون من المفترض أن تكون آلية خصخصة البورصة جاهزة بعد 2 عامين، ويأمل الخبراء بأن تسهم هذه الخطوة في تطوير وتفعيل عمل البورصة. جيهان المصري، CNBC عربية، بيروت.